السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بألف خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنستمر في دراسة وحدة طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره، ومع الجزء الأول من درس الهندسة الوراثية، ويهم ثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض وعلوم زراعية، وكذا أولى بكالوريا علوم رياضية. الهندسة الوراثية مبادئها، تقنياتها، وتطبيقاتها. علمنا في درس الخبر الوراثي وآلية تعبيره أن أفراد نفس النوع يشتركون فيما بينهم مجموعة من الصفات الوراثية، أي التي تتوارث عبر الأجيال، وذلك عند جميع الكائنات الحية من إنسان، حيوان، ونباتات، وحتى عند المتعضيات المجهرية. ورأينا أن المسؤول عن هذه الصفات هي خويطات الأدن عند بعض الفيروسات كحالة فيروس كورونا مثلا وفيروس الزكام. هذه المادة الوراثية هي عبارة عن جزيئات ARN، أما عند باقي الكائنات الحية فالمادة الوراثية هي عبارة عن جزيئات الADN. ورأينا على أن جزيئات الADN تتكون من قطع تدعى المورثات، وكل مورثة تشرف على تركيب بروتين مسؤول على صفة وراثية معينة. بعدما تمكن الباحثون من هذه المعطيات في أواسط القرن العشرون، فكروا في إمكانية إكساب بعض الكائنات صفات جديدة مرغوب فيها، وذلك بإكسابها المورثات المسؤولة عن هذه الصفات، وهذا ما يدعى بالتغيير الوراثي. كمثال على ذلك التغيير الوراثي للطماطم لتحفظ مدة أطول، لأننا نعلم أن الطماطم العادية سريعة التلف، أي تفسد بسرعة. أو جعل مثلا الذرة تقاوم بعض الحشرات المتلفة لها. هنا لدينا مثال آخر، زيادة الحجم مثلا. على اليمين لدينا فأر عادي، وعلى اليسار لاحظوا هنا فأر تم إكسابه مورثة هرمون النمو البشري، فوزنه ضعف وزن الفأر العادي. والأمثلة طبعا عديدة، سنأتي على ذكر البعض منها في الجزء الثاني من الدرس. والتقنيات المعتمدة في التغيير الوراثي للكائنات الحية، أي تقنية نقل مورثات إلى كائنات حية قصد إكسابها صفة مرغوبة، هو ما يدعى بالهندسة الوراثية. إذا تمكن علماء الوراثة من نقل وتوظيف مورثات متنوعة ضمن خلايا أخرى أجنبية، مما يعطي خلايا هجينة، أي تضم مورثات من أصلين مختلفين لم تكن موجودة من قبل في الطبيعة. بعد ذلك تم الانتقال من التجارب المخبرية، أي في المختبر، إلى المجال الصناعي، أي إلى مجال التطبيق، حيث تأسست صناعة حقيقية تعتمد على التغيير الوراثي للخلايا الحية بواسطة نقل المورثات. تسمى التقنيات المعتمدة في هذا التغيير الوراثي بالهندسة الوراثية. فقط للإشارة هنا، نقل المورثات من خلية إلى أخرى، أي التعديل الوراثي، ليس اختراع بشري، بل هو مستوحى من الطبيعة، حيث توجد في الطبيعة بعض المتعضيات المجهرية التي تنقل مورثتها إلى خلايا أخرى لأغراض خاصة. على سبيل المثال سندرس حالة بكتيريا لاغروباكتيريوم توميفاسينس. هذه البكتيريا تعيش في التربة وتسبب مرض يدعى جرب السنخ لبعض النباتات. تلاحظوا هنا لدينا زيادة كما تلاحظون أو تضخم على مستوى المنطقة الرابطة بين الساق وجذور النبتة، تدعى هذه المنطقة بسنخ النبتة، لذا يدعى هذا المرض بجرب السنخ. وهذا المرض يلاحظ عند بعض الأشجار كأشجار اللوز مثلا في المناطق ذات فصول شتاء الباردة. طبعا التساؤل الذي سيطرح هنا هو كيف تسبب هذه البكتيريا هذا المرض عند هذه النباتات. لدينا هنا صورة مجهرية لهذه البكتيريات. جرب السنخ سرطان نباتي يصيب سنخ النبات، أي منطقة اتصال الجذور بالساق. يصيب هذا المرض بعض النباتات كأشجار العنب واللوز المتواجدة في البلدان ذات فصول شتاء الباردة. ينتج هذا الداء عن إصابة النبات ببكتيريا تدعى أغروباكتيريوم توميفاسينس. الملاحظة المجهرية لعينة من ورم جرب السنخ تبين أنه مكون من خلايا نباتية تتكاثر بشكل عشوائي ومن بكتيريا لأغروباكتيريوم توميفاسينس. سنتعرف هنا على مكونات البرنامج الوراثي لهذه البكتيريا. فكباقي البكتيريات، هذه البكتيريا لا تتوفر على نواة حقيقية،
أي ليست هناك نواة بغشاء ونويات وجبلة نووية كما تعرفنا عليها عند الخلايا التي تسمى ذات نواة الحقيقية، الخلايا النباتية والحيوانية كما رأينا مثلا فهي تضم أنوية حقيقية. أما هنا فالمادة الوراثية هي مجرد صبغ واحد دائري، كما تتوفر هذه البكتيريا على جزيئات صغيرة دائرية مكونة من الدقن تدعى بلاسميدات، وهذا البلاسميد عند هذه البكتيريا يدعى البلاسميد التائي المسبب للورم. تلاحظوا البلاسميد هنا فهو يضم مجموعة من المورثات من بينها مورثات OPS المشرفة على تركيب الأوبينات التي هي عبارة عن بروتينات تتغذى عليها هذه البكتيريات، ومورثات ONC وظيفتها تكاثر الخلايا النباتية، والمورثتين معا يشكلان قطعة تسمى الADNT. هذه القطعة تسمى الADNT. إذن هذا هو البرنامج الوراثي لبكتيريا ATTEI أي الأغروباكتيريوم تيميفاسينس سبغي بالإضافة إلى بلاسميد التائي. إذن تحدث هذه البكتيريا أي الأغروباكتيريوم تيميفاسينس جرب سنخ عند النباتات، وذلك من خلال تسللها عبر الجروح التي تظهر في سنخ النبتة من المنطقة الفاصلة بين الجذور والساق، وذلك من شدة البرد في فصل الشتاء خاصة في المناطق التي تتميز بشدة برودة هذا الفصل، لتحقن القطعة الADNT لخلايا سنخ النبتة. وهذه القطعة مكونة من مورثتين الOPS والONC، وهذه القطعة تندمج في الدقن الخلية النباتية لتصبح ضمن ذخيرتها الوراثية. ونعلم أن القطعة الADNT مكونة من مورثتين، مورثة الOPS التي ستشرف على تركيب الأوبينات التي هي عبارة عن بروتينات تحرر خارج الخلية لتستعمل كمصدر اقتيات وتكاثر البكتيريا التي، وهكذا تغير هذه البكتيريات وراثيا الخلية النباتية لتجعل منها مصنعا لغذائها الذي هو الأوبينات. المورثة الثانية ONC تشرف على تركيب هرمون النمو، وهذا الهرمون يؤدي إلى التكاثر العشوائي للخلايا طبعا للرفع من إنتاج الأوبينات، مما يتسبب في ظهور الورم السرطاني عند هذه النبتة. إذن تحقن بكتيريا الأغروباكتيريوم تيميفاسينس لخلايا النبتة جزءا من البلاسميد التائي الذي يحمل القطعة الممرضة الDNT، يندمج الADNT ضمن المادة الوراثية لهذه الخلايا التي تصبح مغيرة وراثيا ومكتسبة لصفتين جديدتين نتيجة تعبير الADNT، وهما التكاثر المتواصل وغير المنتظم للخلايا النباتية مما يؤدي إلى ظهور الورم السرطاني، تركيب الأوبينات أي بروتينات وطرحها في الوسط الخارجي لتستعملها بكتيريا التي أي الأغروباكتيريوم تيميفاسينس. بعدما اكتشف الباحثون المورثات وكيفية إشرافها على الصفات الوراثية وكذا كيفية نقل المورثات في الطبيعة من طرف بعض المتعديات المجهرية كبكتيريا الأغروباكتيريوم تيميفاسينس كما رأينا بالنسبة لجرب سنخ، فكر الباحثون في نقل المورثات إلى كائنات حية قصد إكسابها صفات جديدة مرغوب فيها. فالبداية كانت عبارة عن تجارب ليتم المرور إلى التطبيق على كائنات حية حيوانية ونباتية وكذا على البكتيريا. وسنبدأ بالتعرف على مراحل نقل المورثة إلى بكتيريا. طبعا أول مرحلة ستكون عزل المورثة المرغوب فيها، وهذا العزل يتم بطريقتين. الوسيلة الأولى عن طريق استخلاص الADN من الخلية المتوفرة على المورثة المرغوب فيها وباستعمال أنزيمات خاصة تدعى أنزيمات الفصل، والتي هي عبارة عن بروتينات بكتيريا أي تستخلص من البكتيريات، والتي لها القدرة على التعرف على تسلسلات دقيقة من القواعد الأزوتية وتقطع جزيئات الADN على مستواها. كهذا المثال مثلا لدينا مثال لأنزيم الفصل يدعى ليكوغي، هذا الأنزيم يتعرف على هذا التسلسل من القواعد الأزوتية GAATTC ويقطع بين G و A. ولاحظوا بعد القطع نعلم أن الADN مكون من لولبين، وطبعا الأنزيم يقطع اللولبين لكن بشكل متفاوت بحيث أحد اللولبين يتوفر على طرف أطول من اللولب الثاني، وهذه الأطراف تدعى الأطراف الموحدة، ولهذه الأطراف أهمية
في لصق المورثة بأدان الخلية المستقبلة لهذه المورثة. لن يتم عزل المورثة المرغوب فيها باللجوء إلى إحدى الطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى قطع الأدان الخلية المعطية المتوفرة على المورثة المرغوبة التي ستعطي هذه المورثة إلى أجزاء بواسطة أنزيمات خاصة تدعى أنزيمات الفصل، التي هي عبارة عن بروتينات بكتيريا تؤخذ من البكتيريات قادرة على التعرف على تسلسلات دقيقة من القواعد الأزوتية وقطع جزيئات الأدآن على مستوى. إذن عن طريق هذه الوسيلة يتم استخلاص المورثة بشكل مباشر من الأدآن باستعمال ما يسمى بأنزيمات الفصل. الطريقة الثانية لعزل المورثة هي استخلاص ليغان الرسول للمورثة المرغوب فيها من سيتوبلازم الخلية التي تحتوي على المورثة المعنية، ثم يتم نسخ ليغان الرسول بشكل عكسي إلى لولب الدقن. علمنا خلال دراستنا لتعبير الخبر الوراثي أن لولب الدقن ينسخ على شكل ليغان الرسول، ولكن العملية هنا ستكون معكوسة، نسخ ليغان الرسول على شكل الدقن، وذلك باستعمال أنزيم خاص يدعى الناسخ العكسي أنزيم ترانسكريبتاز أنفرس. هذا الأنزيم يستخلص من الفيروسات التي تقوم بهذه العملية بشكل طبيعي، فيتم الحصول على لولب الدقن لأننا نعلم أن ليغان الرسول هي عبارة عن لولب واحد، أي متتالية واحدة من النكليوتيدات، وبالتالي حسب تكامل القواعد الأزوتية سنحصل على لولب واحد من الأدقان. طبعا من بين الاختلافات بين ليغان والأدقان هو وجود اليوراسيل في ليغان الرسول بدل التيمين في الأدقان، ونعلم أن المورثة هي جزيئة الأدقان أي مكونة من لولبين، لهذا يتم استعمال أنزيمات أخرى تعمل على تركيب لولب الدقن مكمل وفق تكامل القواعد الأزوتية للحصول على قطعة الدقن بلولبين أي المورثة المرغوب فيها. الطريقة الثانية بعد استخلاص ليغان الرسول مسؤول عن تركيب البروتين المرغوب فيه من سيتوبلازم الخلية المعطية، يتم استنساخه على شكل الدقن بواسطة أنزيم الناسخ العكسي، وبواسطة أنزيمات نوعية أخرى يتم تركيب الخيط المكمل للولب الأول للحصول على الدقن بلولب مضاعف كما تلاحظون هنا. المرحلة الثانية دمج المورثة المعزولة داخل البلاسميد وإدخال البلاسميد في البكتيريا. لدينا هنا البكتيريا التي ستعدل وراثيا، ولدينا هنا الخلية المعطية للمورثة المرغوب فيها. إذن أول ما نقوم به طبعا هو عزل المورثة المرغوب فيها، وذلك بعد عزل الأدقان يتم فصل الأدقان في مواقع معينة بواسطة أنزيم الفصل، وذلك بطريقة متفاوتة كما تلاحظون هنا للحصول على ما يسمى بالأطراف الموحدة التي ستمكن من التحام المورثة بالبلاسميد، وبالتالي نحصل على المورثة المرغوب فيها التي هي عبارة عن قطعة الدقن بلولبين. ثم نقوم باستخلاص البلاسميد من البكتيريا، ثم نقوم بفتح البلاسميد في مواقع معينة بواسطة أنزيم الفصل، وتلاحظون هنا أيضا الأطراف الموحدة التي ستلتصق بالأطراف الموحدة للمورثة. بعد ذلك يتم دمج المورثة في البلاسميد باستعمال أنزيم يدعى أنزيم الربط للحصول على بلاسميد مغير وراثيا، أي يحمل مورثة جديدة لم يكن يتوفر عليها فيما قبل. بعد ذلك يتم إدخال البلاسميد المغير وراثيا في البكتيريا التي تصبح بدورها مغيرة وراثيا، لنحصل على بكتيريا مغيرة وراثيا يمكنها إنتاج البروتين الذي تشرف عليه هذه المورثة، وبالتالي تكون قد اكتسبت صفة جديدة. لدمج المورثة المعزولة داخل البلاسميد يتم اتباع الخطوات التالية: استخلاص البلاسميد من بكتيريا الإشغيشيا كولي وفتحه بواسطة أنزيمات الفصل كما لاحظنا هنا، دمج المورثة المعزولة في البلاسميد بواسطة أنزيم الربط كما لاحظنا هنا، ويتم ذلك على مستوى الأطراف الموحدة أو أطراف الالتصاق التي تتميز بتجاوز أحد خيطي لولبي الأدقان والتي تمكن من التصاق المورثة بالبلاسميد كما لاحظنا هنا
أيضا وهنا. إدخال بلاسميد المغير في البكتيريا قصد التكاثر. تسمى البكتيريا التي أدمجت البلاسميد المغير بكتيريا مغيرة وراثيا. المرحلة الموالية رصد البكتيريات المغيرة وراثيا، لأن ليس كل البكتيريات تستطيع دمج البلاسميد المغير أي الحامل للمورثة المرغوب فيها. ولرصد البكتيريات المغيرة وراثيا أي التعرف عليها، يتم استعمال تقنيات مختلفة، من بينها طريقة تستعمل فيها مورثات مقاومة لمضادات حيوية معينة. المضادات الحيوية هي مواد تمنع تكاثر البكتيريات. فمثلا هنا البلاسميد الذي أدمجت فيه المورثة المرغوب فيها لجين انتغري، المورثة المدمجة طبعا المرغوب فيها، يضم مورثة مقاومة لمضاد حيوي معين. فبعدما وضعت هذه البلاسميدات مع البكتيريات، هناك بكتيريات استطاعت دمج هذه البلاسميدات وبالتالي المورثة المرغوب فيها، وبالتالي ستصبح مقاومة لمضاد حيوي معين، في حين بكتيريات أخرى لن تستطيع دمج هذه البلاسميدات. بعد ذلك يتم زرع هذه البكتيريا فوق وسط مقيت قصد التكاثر، وذلك بوجود المضاد الحيوي المعني. فالبكتيريات التي لم تدمج هذا البلاسميد لن تتمكن من التكاثر فوق هذا الوسط، لكن البكتيريات التي استطاعت دمج هذا البلاسميد وبالتالي دمج المورثة المرغوب فيها وكذا دمج المورثة التي تمنح المقاومة لهذه البكتيريات تجاه هذا المضاد الحيوي، هي التي ستستطيع التكاثر لتعطي لمات بكتيرية. وبالتالي اللمات البكتيرية التي سنحصل عليها هي لبكتيريات مقاومة لهذا المضاد الحيوي الموضوع داخل هذا الوسط، وبالتالي هي التي استطاعت دمج هذا البلاسميد أي المغيرة وراثيا. وهكذا يتم عزل لمات البكتيريات التي استطاعت التكاثر أي التي أدمجت المورثة المرغوب فيها، لتوفر لها شروط التكاثر لإنتاج البروتين المرغوب فيه من خلال تعبير المورثة المنقولة لهذه البكتيريات. البلاسميد المغير لا يتم دمجه إلا في بعض البكتيريات، لذلك يجب رصد البكتيريات المغيرة وراثيا، ويتم ذلك بواسطة مجموعة من التقنيات، من بينها تقنية تعتمد على مورثات مقاومة للمضادات الحيوية المتواجدة بالبلاسميد. وبالتالي فمراحل نقل المورثة إلى بكتيريا هي، إذن يتم نقل المورثة إلى بكتيريا عبر المراحل التالية: عزل المورثة المراد نقلها من المتعضي المعطي بشكل مباشر بواسطة أنزيمة الفصل أو غير مباشر باستعمال لاغين الرسول والناسخ العكسي، إدماج المورثة المعزولة في بلاسميد باعتباره ناقلا بيولوجيا وإدخال البلاسميد في البكتيريا قصد التكاثر، رصد البكتيريات المغيرة وراثيا وعزلها، ثم زرع البكتيريات المغيرة وراثيا وتسخيرها لإنتاج البروتين المراد تركيبه. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن يكون الكل واضحا، وإلى